أتكلم أنا أبو جود بحكم إني أنا لاعب وسط. أنا من يكون عندي مهاجم بإمكانيات يعني ما شاء الله عمر السومة، لما يكون عندك الحلول كمهاجم، أنا كلاعب وسط أشوف مهاجم بإمكانيات كبيرة حقيقة. شوف يعني بعض الناس يقول لك عمر السومة من اللعيبة اللي ما عنده مهارات. أنا لا أجيب لي لاعب مهارات، لكن جيب لي لاعب بإمكانيات وحس تهديفي عالي زي عمر السومة ما شاء الله. يمين يسار ارتقاء جنب، احنا نقولها بالعامي كده يلطش يمين يسار، تتكلم فاولات حقيقة. حتى شوف هدفه في الاتحاد اللي كان الدبل كيك ذاك، مميز، لاعب مميز حقيقة، سبب رئيسي في حصول النادي الأهلي على الدوري عمر السومة. خلينا نكون واقعيين، صح احنا بنسمع احيان الامور الخارجيه اللي بيتكلموا فيها عمر السومه، لكن هذه امور يعني حقيقه بتصير عالميا. احنا يمكن من بدايه الموسم نسمع ميسي رايح ميسي جاي ميسي رايح ميسي جاي، شويه نروح مدريد راموس يمكن له سنتين ثلاثه راموس ماشي. ما حتى لما نتكلم مثلا بتكلم عن عالميا، لما نتكلم وكيل بوجبا في مانشستر لما قال اخر موسم او في الشتويه حيروح بوجبا، ما تكلم اللاعب لكن وكيله تكلم فصنع مشكلة بينه وبين المدرب في النادي. لكن بتكلم خليني على عمر السومة، حقيقة لاعب متكامل، لاعب مميز. يقولوا مثلا ما عنده مهارات لكن عنده حس تهديفي، بقول فان نيستر روي من أفضل المهاجمين في العالم ونجم كان في مانشستر يونايتد، ما هو اللاعب اللي عنده مهارات فنية عالية لكن فن وحس تهديفي على أعلى مستوى. عمر السومة حقيقة خلينا نكون واقعيين، إضافة كبيرة جدا 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 في آخر السنوات في الدوري السعودي كان سببها الكابتن عمر السومة.